مشاهدينا الكرام، مساء الخير، مساء السعادة والحب وراحة البال. تحية كبيرة برضو لكل الستات اللي بيشوفونا. حلقة جديدة من ستات دوت كوم. الحلقة اللي فاتت كنا رافعين شعار ما تتطلقيش. احنا برضو لسه مستمرين في نفس الحملة. كلامنا برضو هيكون على ازاي نحافظ على العلاقة الأسرية. النهاردة بقى تحديدا هنتكلم عن موضوع شائك جدا، دور العائلات، دور الأسرة في إنهم يخلوا بيت الزوج والزوجة جحيم مستعر، أو إن هم يحاولوا يخلوهم يقدروا يكملوا والمركب تمشي بيهم. خلوني طبعا أرحب بضيوفي الجمال المشرفيني النهاردة، دكتور سوزان أحمد، الخبيرة والمفكرة التربوية ومسؤول التعليم التابع لمكتب جنيف. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، أهلا. منورانا. الله يخليك. الله يخليكي معانا. برضو ضيفة مهمة جدا هتكون معانا وهتحاول إن هي تحل كل المشاكل اللي انتوا لما تكلمونا تسألوها عنها، الخالة نفتالينا اللئيمة. ازيك يا خالة؟ مساء الخير عليك. منورانا. الله يخليك. ربنا يستر والحلقة دي تعدي على خير، علشان الخالة نفتالينا اللئيمة اكيد 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 حما، صح كده؟ بس على فكرة احنا كلامنا النهاردة مش هيكون على الحموات، لحسن يفتكروا ان احنا هنتكلم على الحموات. احنا عايزين نتكلم عن دور الأسرة. ازاي الأسرة المصرية ممكن تحول حياة الولد والبنت المتجوزين جداد لجحيم، او ان هم فعلا يخلوهم او يدوهم الافكار اللي ممكن يكملوا بيها في حياتهم. خليني اسال حضرتك يا دكتور، ازاي ممكن الام تنصح البنت المقبله على الجواز بان المفروض ان هي تكون زوجه بتمتلك الحكمه وفي نفس الوقت الانوثه اللي تخليها تخلي الزوج يتقبل او ان هو يحب البيت بدل ما الحياه تبقى بينهم دايما فيها مشاكل؟ هو انا طبعا في اول كلامي انا عايزه اقول ان للاسف نظره الولد والبنت او الشاب والشابه دلوقتي بقت بتنظر للزواج على انه تكاوي، فبالتالي فقدت الحياه الزوجيه قدسيتها. تمام. وده طبعا بيرجع لاخفاق دور الاسره في ان هي تاهل الاولاد دول او الشباب دول ان هم داخلين على حياه مستمره ودائمه، ده المفروض. فبالتالي احنا عايزين نقول هنا ان في دور اسره بيهدم الحياه الزوجيه لاولادهم، او في دور اسره بيبني الحياه الزوجيه. صحيح. فبنرجع بقى لايه؟ نرجع للبدايه اللي هي التاهيل، ازاي ناهل بنتي او ابني ان هم يدخلوا على حياه زوجيه. كان زمان لو احنا رجعنا لايام الزمن الجميل زمان، اكيد كان في مشاكل بتتعرض الست والراجل طبعًا. ولكن كانوا هم بينظروا للحياه الزوجيه على انها ابديه. لكن دلوقتي بقت كلمه الطلاق سهله بالنسبه للبنت ان هي او الزوجه انها تطلبها، بقت سهله. بالنسبه للزوج ان هو يطلب ان هو يطلقها بقى سهل. ليه؟ علشان خاطر ما فيش تاهيل مناسب. المفروض ان الام والاب قبل الزواج اول حاجه تبقى حسن الاختيار للزوج. يعني ايه؟ يعني مش افرح ان في عريس جاي لبنتي يلا انا عايز اجوزها، او الاب عايز يخلص بقى من هم البنات ويجوزها الاقرب عريس. لا، لازم اول حاجه اختيار الزوج، وندور على المعايير اللي بتحس الام بالامان لبنتها. مش الفلوس، لا، الفلوس عمرها ما كانت الامان، لكن احس ان الزوج ده هيتقي الله في بنتي. طيب انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. يعني اكيد الزوج مهما كان هو صفاته كويسه وصفاته حسنه، اكيد هيبقى فيه عيوب. اكيد. طيب ما هو انا لازم اتعامل مع العيوب دي واحاول ان انا اتقبلها وابقى فاهمه ان ده ميثاق غليظ. ميثاق. مش فجاه كده اتضايق، يعني خلاص انا لبست الفستان وفرحت وعملت البارتي مع اصحابي وروحت. لا، يعني دي مش رحله مثلا احنا رايحينها. مش تكاوي. بالظبط كده. فكمان في حاجه كمان، ان دلوقتي هو ما كانش فيه زمان خرز زوجي؟ ما كان في خرز زوجي زمان. هل ما كانش في زمان الراجل بيسيب مراته ويسهر مع اصحابه بره؟ لا، كان في. بس كان في حاجه اسمها الزوجه العاقله. الزوجه الذكيه. أيوة. اللي تقدر انها تتخطى هذه العقبات بصبرها. حتى لاثبات ان هي ما تنهزمش. حتى من جواها اثبات كبريائها. مش كبير. انها فضلت ناجحه وفضلت ثابته وصامده للاخر، وعملت نوع من انواع روضت طباع زوجها للي هي عايزاه في الاخر بصبرها وذكائها. احنا هنا بنفتقد الصبر والذكاء في معظم الاحيان. الحتتين يعني نقدر نقول اذا كان الزوج هو القطار
فالمرأة هي قائد القطار، تمام صح كده؟ تمام. طيب رأيك ايه يا خالة نفتالينا في الكلام اللي احنا بنقوله؟ بصي انا عندي وجهة نظر. اتفضل. زمان كان الاهالي بيزوروا بعض ويبقى في ترابط اسري بين الناس. انت حما يا خالة؟ ايوه. طيب بتعاملي مرات ابنك ازاي؟ بنتي. دي بنتي. ما هو دي التربية. تربية ايه؟ تربية ان انا البنات الايام دي بتدخل انا داخلة عيلة يبقى داخلة حارب. صح. حماتي ما بيعتبرهاش ام. لا دي انا داخلة عشان يعني يا هي. يعني صراع ابدي. وسبحان الله مع ان طبعا الراجل اساسي ان هو بيحب امه حب مختلف تماما عن زوجته. يعني ده امر طبيعي. اكيد. طب ليه دايما بحس ان الحما بتغير من مرات ابنها؟ مرات الابن بتحس ده حماتها دي اللي عايزه خلاص دخلت حرب. هي دخلت حارب فيها فالتانيه هتدافع. والتانيه بتعتبر ان ده ضنايا. انا اللي ربيته وتعبتي فيه مش هتيجي انت على اخر الزمن هتتحكمي فيا وفيه. ولا هتتحكمي في بناتي. صحيح. فتلاقي الحرب بينها وبين مين؟ بين الام وعيالها. ولا عزاء للزوج. اشرب بقى. مين اللي هيكسب في الاخر؟ الام وبناتها. هي مش هتكسب غير الندم. لكن هي لو عاملتها ان هي امها، يعني امك لما تيجي تزعج لك هتعمل لها ايه؟ لا ما بتزعلنيش، امي بتحبني. زعجت لك هتقولي لها هتزعجي لها؟ لا خلاص. امك. لكن حماتك؟ لا برضو انا يعني انا ما مرتش بتجربه ان ممكن حماتي تزعق لي. انا هتكلم عن تجربه شخصيه، ما مرتش بدي. يعني انا يمكن ان حصل يعني هسكت، هزعل بس هسكت اكيد. يعني لا هحترم السن. لا هحترم فرق السن. هتمسكي جوزك؟ امك عملت وسوت وراحت وجات واختك وابوك وامك وكل الحاجات دي. يعني انت عايزه تقولي لنا ان الست النكديه هي اللي بتكون سبب في ان الاهل بيكرهوها؟ لا، امها في البيت بتقول لها خدي بالك من حماتك، خدي بالك من اخت جوزك، خدي بالك ما حدش يعمل. ايوه ما ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. ما حدش يعمل لك، ما حد، خدي حقك، اللي يقول لك كلمه قولي له 10. ايوه ما هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. على فكره المشكله بس مش بتكون ما بين البنت والحما، بتكون بقى في سلفه وفي اخت جوز. أيوة. وعلى فكره برضو ممكن يكون في الزوج حاجات، يعني ناس بيضايقوه من اهل الزوجه، صح كده؟ طبيعي غالبا. لا بس هو في حاجه انا اللي انا ملاحظاها في الزمن ده، ال ماميه البنت بتعز قوي جوز بنتها طول ما هو بيحب بنتها. ايوه. لكن ماميه الولد لا، تغير شويه من لو الولد ابنها حب بنتها زياده عن اللي. انا قريت احنا اتربينا على ايه؟ صح. ان الولد هو السند. الولد هو السند. ايوه. مش هو عارف. يوازن، هو لازم يوازن ما بين حب الزوجه وما بين، يبقى في فرق ما بين حب امي وحب زوجتي. كلام مظبوط. ده حب. صحيح. وده حب. صحيح. هناخد اتصال معانا عبد الله. الو مساء الخير. الو مساء الخير يا فندم. ايوه فندم مساء النور. بحيي حضرتك على البرنامج. ازيك يا استاذ عبد الله؟ اهلا وسهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا. يعني طبعا مشكله كبيره عايزين يعني الجديد، يعني طبعا يعني الحما تكون متفهمه ان دي ان مرات ابنها دي زي بنتها. ايوه ما هو ده، ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الحما والبنت اللي هي مرات الابن مش اعداء، هما الاثنين كل واحد ليه موقعه وكل واحد ليه دوره في حياه الزوج، ده طبيعي. انت عندك مشكله مع حماتك ولا ايه؟ الخط اتقطع. شكرا لاتصالك يا عبد الله، يبقى كلمنا تاني. احنا كنا بنتكلم تاني عن الحما ازاي بتحب جوز بنتها. انا قريت حاجه كده على الفيسبوك يعني ضحكتني شويه. واحده كاتبه تقول منها لله بتصحي ابني وتودي العيال المدرسه ومش عارف ايه، وكمان ايه واخده عربيته، لكن جوز بنتي الله يخليه ما بيصحيهاش وبيودي العيال المدرسه وكمان سايب لها عربيته. يعني هو دايما بيكون في مقارنه ازاي بنتي عايشه وازاي ابني عايش. ابني عايش او مرات ابني بتكون عايشه، يعني دايما بيكون في المقارنه. وهنا برضو احنا عايزين برضو نذكر ان لازم الزوج يبقى عنده حته ذكاء، يعني لا يخبن حق زوجته ولا يخبن امه اللي ربته. ما هو برضو لازم الاثنين. وطالما خلي بال حضرتك برضو لازم ام البنت تغرس جوه بنتها دي، طالما الابن بيراعي ربنا في والدته هيراعي ربنا فيها. لكن اللي يكون غير بار بوالدته
ما تحسش بالامان بعد كده معاه. لا والله ده انا بشوف نماذج، يعني بشوف فعلا زوج ممكن يكون بيحب زوجته جدا وبر بيها جدا، ومع ذلك هو خلاص نسي امه دي ونسي اخواته. يعني انا بشوف كده، انا معرفش علشان اكيد الزوجه بتبقى اقوى منه شويه. احنا زمان قلنا مثلا بصفة ايه عامة. استاذنك يعني زمان قلنا ايه، الوات بتاخد واحده ايوه، والست بتجيب راجل. ايوه صحيح صح كده، صح كده. ناخد اتصال منال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا منال، اتفضلي بس لو سمحتي اسمعينا من من التليفون، اقفلي التلفزيون. حاضر. انا اقول لحضرتك كان ليا وجهه نظر في الموضوع ده. اتفضلي. مرات الابن، لان انا مينا يعني مرات، يعني ليا مرات ابني. فمرات الابن بتبقى داخله حابه ابني جدا. ايوه. فهي متخيله ان انا ممكن اخده منها. لا انا مبسوطه ان هي خدته بمشاكله وبقويه وباكله بكل حاجته. ايوه صحيح. ريحتك. بالظبط ريحتني منه. ربنا يخليهولك. فانا لما بيحصل مشكله اصلا بخاف لا تروح وتسيبني. والله بجد. يعني بقيت في الاول ان انا اكبر دماغي، لان انا حاسه ان هي عايزه فعلا زي ما المدام قالت عايزه تدخل حرب. لا انا بعدت النيه، بعدتها عن دماغي نهائي نهائي. طب بصراحه انت ما بتعمليش عليها شغل حماوات بصراحه. ابدا ابدا، لان انا موظفه وليا شغل ومانيش فاضيه. والله إن نزلت اهلا وسهلا، ما نزلتش مش هتفرق، عملت ما عملتش مش فارقه. انتوا ساكنين في بيت عيله مع بعض يعني؟ اه. هي بطبيعتها حبتنا بقى، حبتنا جدا. فبدات بقى هي الوحيده هتنزل، وقالت فعلا الكلام ده ما كانش حقيقي، وبدانا نبقى اسره تاني وتلمنا تاني. بس اني وجهه نظري ان الحما هي مفتاح الموضوع كله. صحيح. مش مرات الابن، مرات الابن جاي حبابني وعايزه تعيش. صحيح. الناس مفاهمينها ان انت داخله حرب. عندك حق. فانا بذكائي كحما احتويها. يبقى لا هخسر ابني ولا هخسر مرات ابني. انت كلامك مظبوط 100%، لان في الاول وفي الاخر انت ام، واحنا بنتكلم النهارده عن دور الام في انها تحول حياه ولادها لجحيم او تخلي بيتهم فعلا جنه. هناخد اتصال شيماء. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام شيماء، ازيك؟ الحمد لله. ايه رايك في الكلام اللي احنا بنقوله النهارده ده؟ الصراحه بسم الله ما شاء الله، يعني الكلام مظبوط جدا وموزون جدا. طيب انت ايه بقى اللي انت عايزه تقوليه لنا؟ بص انا عايزه اضيف ان انا كنت ما زلت يعني متجوزه، بس كنت في صراع مدني بين جوزي 4 سنين في مشاكل 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 مشاكل. سببها مش الام والاب والزوج كده، اهم حاجه عايزه اقول لكل المتجوزين فعلا زي ما قالت الخبيره بتاع التربيه، ان لازم في صبر، مفتقدين جدا الصبر. لازم نصبر، لازم كزوج وزوج لازم نصبر على بعض ولازم نفهم بعض. انا الحمد لله اخيرا في السنة 5 ابتديت اعرف وظبطت حياتي جدا جدا جدا. لازم نصبر، لازم نصبر. بعد الاهل تماما عن مشاكلنا، لان الام بتزعل جدا على بنتها فبتضطر انها تقومها على ابنها. والشاب لما بيخسف الام برضه بنفس النظام، بتشد معاه وتقول له اعمل فيها وسوي وسوي وسوي، فهم الاثنين بيولعوا ببعض. كلامك مظبوط. دخل اي حد في حياتنا ارجوكم. كلامك مظبوط، لان فعلا بيكون في صراع ما بين اسرتين او ثقافتين او طريقتين للتربيه، فلازم كل واحد فينا يتقبل التاني. كلامك مظبوط، شكرا لاتصالك. هناخد الاتصال اللي بعده. الو. الو. وعليكم السلام فاتن. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي. ازيك استاذه عامله ايه؟ اهلا وسهلا بيكي. نور الشاشة. والله الله يخليك، ده نورك، يسلم ذوقك. بصي انا هستأذنك في حاجة، معلش هتوطي التلفزيون وتسمعينا من التليفون. سم الأم. أيوة. أيوة اتفضلي. أيوة أيوة اتفضلي معاكي. عايزة تسألي الخالة نفتالينا اللي قايمة على حاجة؟ عندك مشكلة عايزة تسأليها فيها؟ أيوة. أنت عايزة تسألي على إيه؟ هي معلش الضيفة اللي معاكي ممكن تقولي لها؟ الخالية نفتالينا ومعانا دكتور سوزان خبير تربوي. انت عايزة تسألي على ايه؟ شكرا لاتصالك يا فاتن، شكرا لاتصال اتقطع، حاولي تكلمينا مرة تانية. طيب احنا كنا بنتكلم عن ازاي الام ممكن تحول حياة ولادها من بيت
الناس بتمشي فيه والمركب ماشيه فيه، او خلاص الاثنين هما الاثنين بيوصلوا لمرحله لا نهرب من المشاكل ونمشي. بصي زمان لما كان العريس يروح يخطب واحده كان ايه اللي بيحصل؟ الام بتروح تقعد تشوف العروسه وتشوف اهله، وبعد كده بيجوا العيله كلها يروحوا ايه يخطبوا. دلوقتي تلاقي الواد رايح بطوله ومعاه صاحبه او معاه اخوه ويتفقوا ويجيب الاب والام في الاخر صوري، ما بقاش في انتماء للاسره. يعني قصدك تقولي كده وكمان اهل العروسه بيوافقوا؟ اه ما دي برضو مشكله. طب بص يعني دي وجهه نظر برضو، ما هو دلوقتي بيروح علشان خاطر يشوف اذا كانوا هم هيوافقوا عليه ولا لا، عشان ما يحرجش الاب والام، وده طبيعي. ما فيش كده، امال ايه؟ امال فين دور الام؟ فين دور الاب؟ فين دور؟ هو طلع بدوره بطوله كده زرع لا شيطاني؟ لا طبعا لا ما طلعش كده، هي طلعت كده زرع شيطاني. كانوا راحوا اتفقوا مع بعض وكانوا بلغوا الاهل من الاول وخلاص. لا يعني هو احنا بنتكلم ان هو لو تعارف بس في الاول عشان ما يحرجش الاب والام، ياخد راي الولي الامر، ده طبيعي. انا قلت لك الام كانت بتروح الاول البيوت وبتقعد مع الام وبتقعد مع العروسه، لقت الموافقه بتجيب الايه بقيه العيله. دلوقتي طبعا هقول لك على حاجه، هو راح واتفق حصلت مشكله هتجيبي مين؟ يعني هو بيبقى بيتصدر بقى هو للمشكلة؟ لا في ناس تقول لك ايه، لا انت اتفقت للعروسة، والله انت اتفقتي مع الراجل اتفقي مع الراجل، احنا مش هنتدخل، مالناش صالح بالموضوع، انت ما جبتيش الرجالة يقعدوا مع الرجالة اللي عندك، مش انت اعتبرتي هو الراجل، اصطفلي منك ليه؟ يجوز. طيب يعني طب انا مثلا دلوقتي الحاجة اللي انا عايز اسألها فيها، معلش يا دكتور، يعني انا دلوقتي لو انت عندك ابن ورايح يخطب، يا ترى انت هتشترطي عليه مواصفات معينه للعروسه، او انت هتشترطي عليه الحد ده لا انا مش متقبلاه ك لا انا ما اتدخلش في المميزات اللي عجبت ابني في العروسه، ولكن اتدخل في حاجه واحده. لازم اسال على العريس كويس قوي، لازم اسال على اهل العريس كويس قوي، واشوف جذورهم، لان زي ما انا قلت انا ابني او انا بنتي مش هتتجوز الراجل بس، صحيح هتتجوز الراجل، هتتجوز الاسره، كلامك مظبوط. فلازم اني انا من البدايه ده بقى دور الام والاب، دور الام والاب اول حاجه ان احنا نسال على الولد او الشاب ده كويس جدا، ليه في نظره ثاقبه، نظره الخبره من الاب والام لما يقعدوا، يعني ممكن تطلب من البنت، انا بنتي نطلب منها نقول لها طب احنا عايزين نشوفه، نقعد معاه لوحده من غير بابا ومامته وندردش معاه، روحي انت بقى كده اعملي لنا شاي. يعني احنا كده معانا وجهتين نظر مختلفتين، ده اللي انا عايزاه. انت بتقولي لا لازم الاهل يحضروا، وانت بتقولي لا انا عايزه اعرف الولد ده كويس ولا لا. انا بقى عشان النظره المتطوره شويه، صحيح، انا عايزه اقعد مع عريس بنتي بخبرتي، بعين الخبره اللي هي مش شايفاها، هي واخداها المشاعر، صحيح، بتفكر انا عايزه لغي عليها، انا اقلبه يمين وشمال، انا صحيح. وباباها اجيبه كده واجيبه كده واجيبه كده واحط له اختبارات، صحيح، اشوف ردوده، صحيح، اطلع اللي جواه. وجهه نظر سليمه، بس خلينا نسمع راي الناس اللي معانا على التليفون. الو هاجر. ايوه ازيك يا هاجر؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، منورانا، منوريني شاشة والله. الله يخليكي، تسلمي. ايه رأيك في الكلام اللي احنا بنقوله ده؟ هو كلام سليم تمام، بس انا عندي بس وجهة نظر. اتفضلي. انا الحمد لله متجوزة وما شفتش حاجة وحشة من حماتي ولا مامتي، شاف يعني مامتي ما بتعملش جوزي كويس، الحمد لله بتعامله تمام الحمد لله، حلو قوي. بس انا عايز عندي البنت اللي داخلة على جوازة ما تحطش في دماغها، يعني انا في سني حد كله داخل في حماتي مش عارفه ايه واخت جوزي مش عارفه ايه، ما تحطيش في دماغك يعني. ونفس الكلام الحما اللي هي بتشوف وبتفصصها كده ما تفصصهاش، ده دي ذوق ابنك، عاجبها هي عاجباه بشكلها بعيوبها بمميزاتها، فاهماني؟ صحيح صحيح، وده اللي احنا بنقوله، انه لازم يكون في عندنا ثقافه ان احنا نتقبل الاخرين. انا كحما اتقبل ان ابني بيحب الست دي حب مختلف تماما عن الحب اللي بيحبه لي، والعكس، البنت ما تخشش في صراع مع حماتها علشان خاطر الاثنين طبعا ما يتقارنوش. ناخد اتصال من شريفة. الو. الو. ايوه يا شريفة، ازيك؟
ازي حضرتك؟ اهلا بيكي، منورش ان شاء الله. الله يخليكي، نورك يا شريف، اشكرك. كنت عايزه بس اطلب نصيحه، انا هتجوز قريب ان شاء وعاوزه الله. اطلب نصيحه، يعني ازاي اتعامل مع حماتي وكده يعني. مبدئيا مبروك، مبدئيا الف مبروك. طيب خلينا ناخد رأي الخالة نفتالينا الأول، تنصحيها بيها هتتجوز قريب، تعمل حماتها ازاي؟ أمها هتعملها، أمها أمها زعجت لك وقالت لك شيلي دي، هتشيليها من غير ما تقوحي معاها. تمام، هتحبك حتى لو بتكرهك، هتحبك، حلو، مسيرها هتحبك، أتقبلها في كل أكيد تقلباتها المزاجية يعني هي أكيد بتتخانق مع أمها كتير في البيت، آه شيلي حطي اعملي سوي، بس في الاخر بتزعل منها وتخاصمها؟ لا امها، او وارد ان احنا نزعل، بس يعني الزعل ما يطولش درجه انه ما يتقلب تقدرش عداوه. تزعل من امها؟ لا بقى عادي، بنزعل على فكره، بنزعل، خلينا نكون منطقيين كلنا، ما مثلا نزعل خد بس على القلب خاطر ما بيشيلش. لا طبعا مع الحما بقى بيشيل، دي المشكله. ناخد اتصال نجوى. الو 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 الو، ايوه انا كنت عايزه اتكلم مع الحما. اتفضلي. في ناس بتخش البيوت بدل ما تخش تتجوز، بدل ما يتجوز بنتها ويبقى واحد من العيله ويبقى يعني قلبهم على بعض ويخش بالمحبه، بيخش من البدايه على كراهيه وعايز يفرج العيله من بعضها والاخوات من بعضها. ايوه، وكذا مرة نبه عليه مفيش فايدة لغاية لإخواتنا مسكوا في بعض البنات، فكلمناه كذا مرة، عايزين المحبة، انت تبقى رجل بنتي وتبقى ولدي من البداية، لكن هو داخل ان هو من بلدهم، من اصل داخل بالكراهية. يعني هو جوز بنتك؟ عايزين محبة. هو جوز بنتك؟ ايوه جوز بنتي. عايز وبعد ياخد كده البنت من وسط اهلها مثلا، يعني يفصلها عن اهلها؟ ايوه، عايز يخليها لوحديها، معزوله لوحديها، ولما تجي تكلميه تاخديش الا يعمل ما كل مقلب ومقلب، عايز يخليها تحت الارض، يعني عايز يبعدها عن اهلها خالص. طب وانتوا ما بتحاولوش ان انتوا تتدخلوا في حياتهم بشكل فعلا يخليها يستاء ان هو يكره تدخلكم؟ انا لما باجي اتكلم بيقول امك خربت بيوت. شكرا لاتصال حضرتك جدا. طيب ايه راي حضرتك، ايه راي حضرتك؟ بصي حضرتك، انا قبل ما اعلق على الاتصال الاخراني، انا عايزه اقول نقطتين مهمين جدا. بالنسبه للراجل، هو الترمومتر ما بين علاقه زوجته باهله. يعني ايه الترمومتر؟ يعني هو اللي بايده انه يحط حدود ما بين اهله وما بين علاقته مع مراته، يعني بمعنى اصح اسرار بيتهم مع نفسه. لو هو يروح يشتكي لمامته من مراته، ولا هي تروح تشتكي لاهلها، علشان الاهل بيشيلوا بيكرهوا. فلازم البنت او الزوجه تعمل حدود لتدخل اهلها، ولازم هو يعمل حدود، يبقى في محراب، يبقى في استقلاليه، يبقى بيربط بس ما بين العائلات الود والرحمه والتواصل. صحيح، يعني مهما هو كان كاره عليا ما توصلهمش، ولا هو نفس الحكايه على فكره، دي هتقنن مشاكل كتير. لما هو يعمل محراب بعيوب مراته وبعيوب جوزها وبسلبياتها وبسلبياته، بيتهم مقفول عليهم. صحيح، يقطعوا بعض جوه الشقه، يتخانقوا مع بعض زي ما هم عايزين، بس قدام الناس يلبسوا قناع اخر قدام الاهل. هم يحلوا، لان المشكله لما بتطلع بره الزوج والزوجه بتكبر وبتتفاقم. صح، هم ممكن يتصالحوا لو المشكلة بينهم هما الاتنين، لكن لو تدخل الأهل ممكن تزيد المبلغ. والأم يا عيني يا بنتي، وما كانش يومي، وهو يقول وهي برضه يا عيني عليك يا ابني كده يا ابني، برضه دي ست نكدية ومش عارف عاملة فيك إيه. فهو الراجل ترمومتر أهله، صحيح، والست ترمومتر أهلها، واحترام أهله ليها بيبقى نابع من الراجل، واحترام أهلها ليه بيبقى نابع من الست. صحيح، دي خلاصة الموضوع. ما هو ده اللي احنا عايزين نوصله للأجيال اللي جاية بقى، يعني احنا في كتير جدا عندنا نسبة الطلاق عالية جدا. طيب ازاي الست المنفصلة دي هتقدر تربي الجيل اللي طالع على ان لا يا جماعة، البيت ليه قدسيته، الجواز ميثاق غليظ. طب ازاي الست اللي هي فقدت معنى الأسرة والعيلة هتقدر توصل ده
لابنها. يعني ممكن الام اللي ما عندهاش دلوقتي او مش عايشه في مكان مستقر او في بيت مستقر، ازاي توصل ده للولد؟ ازاي تقول له ان انت لازم تكون حنان على اولادك؟ ما تعودوش يبقى اناني، ما تعودوش يبقى ما عندوش احساس بالمسؤوليه. نعمل كده ازاي؟ التربيه من الاساس غلط. هو شاف ابوه وامه ايه هيطلع عليه، اللي هيشوفه هيطلع عليه مهما تقولي ومهما يسمع، حتى لو قعد من النهارده لبكره يقعد يسمعنا هنا، اللي اتربى عليه هو اللي هيطلع عليه. واللي اتربوا الاهل عليه هيطلعوا اولادهم عليه. صح. يبقى الاساس. الاساس الاسره اللي بتاهل الاولاد للحياه الزوجيه، الاسره. فاحنا كده بنناشد الاسر المصريه انها تهتم جدا بتاهيل ولادها لقدسيه ومحراب الحياه الزوجيه. زمان كنا نقعد كلنا يوم الجمعه على ايه؟ لمه اي على الطبليه، لمه العيله. لمه افتقدنا دلوقتي بقى ايه؟ كل واحد بياخد الطبق بتاعه. صحيح. بالاندومي بتاعه. اندومي ويروح فين؟ انت عندكم بيتاكلوا الاندومي؟ لا ما اختي منعاها عندي من البيت. طب قولي الو علشان جالك اتصال. الو، علي صوتك كده خالص. الو، معاكي ام اسلام. مساء الخير عليك ام اسلام، احنا سامعينك، اتفضلي بس من فضلك. أيوة. كلمينا من التليفون مش من التلفزيون. مساء الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مساء النور، اتفضلي. إيه انا بتكلم بس على الحما. ايوه. وبقول دعوه الحما للسما. انا احب حماتي واطوع حماتي عشان انا هلاقيه في مرات ابني. انت مرات ابن ولا حما؟ لا انا حما، لسه ابني خاطب وابني التاني هيخطب، فانا بعامل يعني البنات اكنهم بناتي انا، لان ما عنديش بنات. طيب ربنا يخليك. انا بحبهم جدا وبعزهم جدا، في اي مشكله بحاول ما بينهم هما الاثنين، لا ده صح ده غلط، اعملي كده اعمل كده، فبناء عليه هما بيحبوني. فالحمد لله رب العالمين. اما بالنسبه حماتي انا احبها جدا واعزها جدا، لان يعني الحمد لله رب العالمين الموده والرحمه قبل اي شيء. صحيح. شكرا ليك يا ام اسلام. معانا اتصال تليفوني ام حسام. الو، عادي وكل حاجه مع بعض، حتى اكل وشرب مع بعض تمام. الو ام حسام معانا. الو، ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا بيكي، اتفضلي. اتفضلي. طيب شكرا ليك يا ام حسام، اتصلي بينا مره تانية. طيب احنا اخر كلام كنا بنقوله يا خاله نفتالينا ان احنا مفتقدين لمه العيله على الطبليه، ومفتقدين احساس ان احنا نتجمع بعض. لمه العيله الكبيره كمان. لمه العيله كنا زمان نروح عند ستي نتلم، نخاف ان في العيال في البيت كل اسره تقول لك ايه هنتلم عند ستي، امي هتحكي احنا حصلنا ايه غلط، نقعد طول الاسبوع مؤدبين فعلا ونصحح اخطائنا. لا مش انا، ابن خالتي هيشوفني مش عارفه ايه. بس ما كانش معانا موبايلات وسوشيال ميديا واخدانا من بعض. صح كده؟ ايه صح. طيب دلوقتي بنتلم وبنقعد مع بعض على معانا حنان على التليفون. ايه رايك يا حنان في الكلام ده؟ اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور يا حنان، استاذنك توطي التلفزيون. حضرتك انا من محافظه سوهاج. منورانا. انت اكيد بلديات، انت بلديات خاله نفتالينا، بس وطي التلفزيون من فضلك علشان يعني اسمعينا من التليفون. انت معانا على الهواء، اتفضلي. حضرتك انا يعني معجبه خالص بالبرنامج ومعجبه خالص بالحلقه، وانا يعني عجبني كل الكلام اللي حضراتكم قلتوه دي خالص، ويعني انا اتمنى من كل واحده فعلا تتعامل مع حماتها بالاسلوب ده. انا الحمد لله يعني من يوم ما تزوجت يعني وعملت اسره والحمد لله رب العالمين، علاقاتي مع حماتي بعتبرها اكتر من امي، فرغم ان انا كنت خايفه اول ما تزوجت يعني كنت خايفه من علاقتنا مع بعض تكون وحشه، لان هي من الاول يعني كانت عايزه تزوج ابنها يعني البنت اخوها، وانا حاولت نتعامل معاها كويس لغايه يعني دلوقتي علاقتنا مع بعض افضل من علاقتي بامي. والله طب ما شاء الله. طب ده كلامك مطابق تماما للي بتقوله خاله نفتالين، صح كده؟ وكلام برضو دكتور سوزان. حتى ممكن في بعض الاوقات اجي على جوزي في الكلام ويعني وايد كلام حماتي،
فكل الحاجات دي يعني وصلتنا للعلاقه طيبه خالص بينا وبين بعض يعني، واولادي بيحبوا ستهم خالص. طب الحمد لله. وستهم بتحبهم، واي حاجه يعني نكون انا مثلا عايزه اعملها او عايزه يعني نفكر ان انا انفذها، فطبعا انا اخذ رايها هي، والحاجه دي هي اصلا يعني بتفرحها خالص وخلت العلاقه بيننا كويسه خالص. طيب انا مبسوطه ان انا بسمع الكلام الايجابي ده، دي حاجه حلوه يعني، في فعلا ناس فعلا عايشه الحياه بتاعه الاسره. الحياه دي هتلاقيها في البلاد وفي الصعيد. شكرا اكتر يا من دلوقتي يعني، اكتر من المدن يعني، هنلاقيها مثلا في المحافظات اكتر من عندنا في القاهره. ايه طيب معنا ام حسام معنا. ام حسام الو الو ايه حسام يا ام حسام عشان نسمع. الو ايوه ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي. الدكتوره اللي انا عاوزه اقول لها، هي بتقول اللي جوزها بيسهر بره، طيب اللي بيسهر بره بيكلم عليها بيحب عليها ويتكلم عليها في الموبايل، دي تتعامل معاه ازاي؟ بيعمل ايه؟ بيتكلم عليها في الموبايل؟ يعني جوزها لو بيحب عليها ولا بيتكلم عليها؟ يعني الزوج الخاين قصدي. طب لو بيسهر بره عشان يكلم عليها يعني يحب واحد عليها؟ انتوا متجوزين عن حب؟ ولا لا. كان جواز صالونات عادي؟ لا جواز صالونات عادي، وكل يوم يسهر بره ويسيبني نايمه في الاوضه لوحدي، يخش اوضه الاطفال ينام فيها ويتكلم في الموبايل. انت في سؤال عايزه تساليه ولا يا دكتور؟ وقعدت اسمع لما كشفت قعدت بيسهر بره عشان يتكلم في الموبايل. طيب هل انت ما بصيتيش لنفسك احتمال تكون عندك تقصير ما؟ انا حاسه التلفزيون ماشي. نعم اتفضلي اسمعينا من التلفزيون اتفضلي. شكرا لاتصالك. هي بتتكلم على الخيانه الزوجيه، بيخونها، بيتكلم عليها ست في التليفون، يعني بيتكلم مع ست. اوكي احنا عندنا الخيانه انواع، في خيانه نزوه تمام كعاده معظم الرجال، يعني الرجال دايما عندهم يا اما في الفيسبوك يا اما في زميلته في الشغل يا اما مش عارفه ايه، يحب دايما يحس انه مرغوب من الستات اللي حواليه. دي ممكن الست بذكائها تبص هي لنفسها تشوف ايه اللي خلى زوجها يبص لواحده تانية، ولو خيانه النظره. ما اصل في خيانه نظره صحيح، في خيانه مشاعر، في خيانه ان فكره مع حد تاني، اما الخيانه الكبيره دي انا ما عنديش اي فصال فيها، ان يبقى فيها انفصال، دي ما فيهاش ادنى سماح الخيانه الكبيره. لكن خيانه المشاعر والنظره والكلمه والفكر، اكيد اكيد الست تقعد مع نفسها تبص تشوف ايه اللي بيخليه يبص. طالما موصل يمكن التقصير جاي منها هي، سواء شكلا، اصل الست ساعات مننا المصريه بتيجي بعد ما تتجوز وتخلف شيء طبيعي، خلاص بقت ام بس إن هي وبتهمل بتبتدي نفسها. تهمل في نفسها شويه او بتهمل في مشاعرها، صحيح بتهمل في اهتمامها بيه. كل الحاجات الصغيره دي، واحنا كنظام شرقي احنا كشرقيين، احنا شرقيين ما نبعدش عن موضوعنا، ان الراجل بالرغم ان الست بتبقى عندها هم الاولاد والبيت وكل حاجه، يقول لك انا مش ذنبي، انا عايزه الاقي واحده ست مهتمه بنفسها وبتهتم بيا، مش تركني اعرف، ركنتيني اعرف هشوف غيرك يهتم بيا. هو ده الراجل الشرقي، وبيلاقي لنفسه ألف مبرر انه يكلم ستات في التليفون او انه يحب زميلته او صحيح. واحنا عشان شرقيين لازم نخضع لتقاليد بلدنا وتقاليد الوضع اللي احنا فيه، بس بنحاول ان احنا نتطور بقى، هو ده بقى التطور الفكري والثقافة الفكرية. أيوة. الست الذكية ما تحسسش جوزها ان هي عرفت ان هو بيخونها فكريا او بالنظرة او بالتليفون، اللي هو تسكت عشان المركب يمشي. لا مش تسكت، طب تتجاهل، وتحاول هي كمان ترد التجاهل بتجاهل اخر، بس مش في الطريقة الوحشة دي اللي هي الخيانة، لا تجاهل اخر بولادها، اهتمام بنفسها، تزود شويه ثقافتها، تود اهله حلو كويس جدا، وتحسسه بتانيب الضمير، انت الخسران، بطريقه غير مباشره. خليه يلف حوالين نفسه، دي الست الذكيه، يلف حوالين نفسه، واوعى تحسسه انها عرفت انه خانها، لان دي فيها اهانه لكبريائها. في مثل حدنا في البلد يقول ايه؟ عيشي جوزك، يعني هقول لك عليه استني بس عشان افتكره لك. قولي. طيب اقول لك ايه؟ عيشيه جبان ولا تعيشوش بجح؟ عيشيه جبان وما تعيشوش بجح. طب ازاي؟ هقول لك. هو دلوقتي عارف انك عارف انه بيخون،
هيقول لك خلاص ما عرفت، هيجي له تبلد. اه عرفت خلاص، تخبط دماغها في الحيط. بس انا رايي ان هو مش بيخون، هو بيخون نفسه، بيخون نفسه، بيخون ربنا. لكن هي، هي باقي تعمل ايه؟ تروح قاعده معاه كده، ربنا يخليك لي. لا انا مبسوطه بيك عشان انت بتتجي ربنا فيه، هتحسسك تلعب على الضمير يعني. لا قربوا من ربنا، علاقته بربنا. كانت ماما الله يرحمها تقول لي ايه؟ تقول لي انا لما باباكي بيتخانق معايا ويكون هو العيب عنه اعمل ايه؟ مش اتقمص منه بقى واخد جنبه واقصر، لا بالعكس اخلي له الاهتمام 24 قيراط. يعني ما اديلوش فرصه يتحجج، علشان هو لوحده هيحس بتأنيب الضمير ويرجع هو يعتذر. صحيح، مش ان انا بعاقبه. تضغط على نفسي لما تضاعف الاهتمام. هي هتضغط على نفسها، هي اللي هتتعب، هي اللي هتتعب. لا خليها كده بارده، هي بطبيعتها يعني بارده بطبيعتها. اصلا هو بيخون زي ما بقول لك كده، هو بيخون نفسه. هو حاسس اصلا بتأنيب الضمير. يعني انتوا نصيحتكم ليها اهتمي بنفسك، حبي نفسك، حبي ولادك، اهتمي بولادك، حبي جوزك، واهتمي بيه. واهتمي بيه نفسك بنفسك. ما تستسلميش للاكتئاب. لا، ان ما كانش جوزك وصل لمرحله يديكي السعاده اللي انت تتمنيها، انت سعيدي نفسك بنفسك. حسسي نفسك بالسعاده اللي تخليه هو في النهايه هيرضخ للسعاده اللي انت محوطاه بيها. او ان هم يقعدوا مع بعض. صحيح، لغه الحوار. يقعدوا مع بعض كده اللي الناس مفتقداها جدا دلوقتي. تنيم العيال، تعمل كده كيكه مع بعض. اعملي دايما سسبنس يعني دايما. هو انا مزعلك في حاجه؟ ما تقولوش انها عرفت. تمام، اصل حاسه انك متضايق. ربنا يخليك لي. ده يخلينا نقول ان دايما لغه الحوار مهمه جدا جدا في العلاقه الزوجيه، علشان ما نوصلش لحاجه اسمها الطلاق الصامت او الطلاق الاخرس. صح كده؟ صح. طبعا انا بشكر كل الناس اللي كلمتنا النهارده، ومشكره جدا ليكم، تفاعلكم كان ليه حقيقي دور ايجابي معانا. شكرا جدا لضيوفنا، واحب اسمع كلمه اخيره بسرعه جدا جدا من دكتور سوزان. انا عايزه اقول ان دور الاسره مهم جدا. انا بناشد الاسر المصريه ان هي ما تاخدهاش عجله الزمن، وتحاول ان هي تدي لاولادها اكبر قدر ممكن من الجلوس والحوار، علشان تاهلهم انهم يكونوا اسره مصريه زي زمان. طيب الخاله نفتالينا رايك ايه؟ والله انا اللي هقوله، حب نفسك، هتحب عيالك، هتحب حماتك، هتحب بيتك، هتحب الدنيا كلها، وهتدي احسن حاجه عندك. تحاول تهرب من الحزن اللي ممكن يكون. لا، ما فيش حاجه اسمها هروب. هروب يعني عملت من الحزن، قصدي اقول من الحزن والاحساس دايما بان هي متضايقه او متضايقه. الفرح ما بيدومش والزعل ما بيدومش. صحيح، يبقى ندور على الفرح بايدين. ما استناش زي ما الدكتوره كده قالت، ما استناش حد يسعدك. اسعدي نفسك بنفسك، واسعدي بيتك، واسعدي جوزك، اسعدي اولادك، اسعدي جوزك، افرحي مع اولادك. جوزك مضايقك، عيشي حياتك مع اولادك شويه. صحيح. انا طبعا بشكركم جدا. السعاده دي فعلا اكبر كنز الانسان ممكن يكمل حياته بيها. اتمنى لكم كلكم حياه سعيده، ومشكره جدا ليكم ومتابعتكم. استنونا في حلقه جديده وكلام جديد وستات.com. باي باي.